صندوقي اليوم في شيء كتير حلو، في شيء كتير مفرح على القليل لإلي، كم بالحري للي عم بيشوفوا واللي عم بيسمعوا وعم بيشوفوا سات سفن. اللي بصندوقي اليوم هيدي حقيقة كبيرة، أكيد ما بيحتوي الصندوق، ما بيساع الصندوق، بس منقدر ننطلق من هالصندوق يلي هو فيه حقائق كبيرة. تا مثل ما شايفين قاعد حد الماما هيفا بعبرين قضاء البترون لبنان الشمالي. ماما هيفا الله معك. أهلا وسهلا. خبريني إيش عمرك بالأول؟ ما قلت لك إيش عمرك؟ 100 وفوق 100 نتفة. أنا سألت قالوا لي يمكن تكون شي 104 105. لا. يعني فوق 100. أنا خلال 2019. هلا صعبتي ليها، ما بعرفش احسب، بدي اقعد احسب من 19 لهلا. مش يعني مشكلة. العلم ما بتعرف تحسب. شفتي انه ما الحساب، انا مش شاطر بالحساب، يعني الله بيحسب اكثر مني. يعني انا بقول لك انه هي الايام ما بدهاش حساب. ايه لانه ايام فاشله ما فيكش تحسب. ايه وما فيش ايام حلوه؟ انت بالمئة سنه ما عشتش ايام حلوه؟ هي الايام انت بنظرك حلوه بس العيشه ابد حلوه. هالايام بس قبل كانت منيحه. معلوم. وانا عم كان في ايمان على الشعب. ايه. هلا بقاش في ايمان، عم بتمطر علي. اوكي. انا بهمني عم بتطلع وشايف عائله كبيره، هودي اولادك. هودي اولادي. اولادك. وبعرفي من ما اجوا ايش قالوا بكفوا الدار. يعني كم عندك ولد؟ عندك دار، كلهم اولادي. كلهم اولادك، ولاد اولادك واحفادك. هلا شارلوت رح تخبرني. يعني شارلوت انا هممني كثير موضوع الامومه، لانه عم بيتحول الزمن لزمن عقيم، يعني لا ينجب مش بس بشر، يعني لا ينجب يعني شيء مش قادر سميه، بس على القليل الامومه. يعني بس اطلع بوالدتك اللي عمرها 104 سنين، يعني بعرف قديش الامومه هي اساس بهذا الوجود، وكل مرة بتنقص الأمومة بتنقص الحياة، وبيكون الزمن وحتى الوجود رايح إلى زوال. ربنا يبارك بالوالدة هيفا وخياتك اسم الله وأختك اللي قاعدين حدك هون. هني مش للتفرج بقدر ما للشهادة إنه هيدا الحب المثمر. خليني، لأنه طالما أنت أقرب شيء علي، خبرينيش أمومة أمك شو ضافت عليك او شو حطت فيكي، لانه هذا اللي بهمني. لانه اليوم في حب بس ما في امومه، في حب يعني عباده ذات، في حب يعني في انغلاق على الذات وفي استعمال للاخر، ما في حب مثمر ومنتج، ما في حب مزهر. انت شخصيا الماما هيفا انت يمكن اخر ولد. نعم انا صغيره بالبيت. انت صغيره، كم ولد كلكم؟ نحن سبع اولاد، شابين صبيان وخمس بنات، وكلنا مجوزين. اختي الكبيرة حلا، خيي الكبير سمعان، بيرجع اختي انطوانيت، بيرجع اختي نوال، وخيي لطوف اختي مارلين. هلا وانا الصغيرة. كلهم مجوزين وعندهم عيالهم. بقدر انه ما فيش عيالي من ام وباي. واولادهم مجوزين. هودي خياتي واخواتي من ام وباي. اوكي، وهذا الحلو. يعني اللي عم بتقوله هي، خلينا نحطه بالسياق. نعم. انه فرد ام وبي، ليكي. نعم. امك وبيك شو اسمروا، شو زهر حبهم. نعم، شو ضحوا. طيب ضحوا يعني. نعم. شو عطيوا، يعني بنقول اوقات التضحيه بركي بتاخذ تحملوا فكرة. تحملوا مع بعض. ايه؟ الصعاب، الايام الحلوه والايام البشعه لحتى يربونا، وعطيوا هالثمار اللي انت حضرتك ذكرت من قبل، ثمار الأمومة والأبوة. أكيد 100%. ما في عمل واحد، يعني هني عملين متكاملين. عمل الأب وعمل الأم. أكيد ما في بي بدون أم وما في أم بدون بي. صحيح. طيب. لأنه اثنينهم بيكملوا بعضهم، كل واحد عنده دوره أو شهادته بحياة الأولاد. أكيد 100%. أنت أمك شو عطيتك؟ طالما أمك الماما هيفا قاعدة حدنا، شو عطيتك؟ بس بحب أذكر عمرها، بما أنه ما خدت جواب صريح. عمرها لأمي 103 سنين ونص، بكرة بكانون الأول بصير عمرها 104. كانون الأول 2021 بصيروا 104. بصيروا 104، والله يطول بعمرها وعمر أهل الكل. شكرا. عمر المشاهدين والمشاهدات. أمي إنسانة صبورة، أنوعة وقديرة. أوكي. وهو مؤمنة، لأنه كل هو اللي ما بيكون إذا الوحدة الإنسان منه مؤمن.
الإيمان بيعطيك القدرة على القناعة وعلى الصبر وعلى المثابرة. هل تعلمتين من أنت عندك يوم بحياتك؟ نعم، أمي عطول الجملة المفضلة عندها كانت تقلنا وبعدها لليوم، إذا بتنك إذا بنق على شيء أو بتكدر من أي شيء بتقلي يا ماما القناعة كنز ما لا يفنى. هيدي عبارتها المفضلة. وإذا نرفزت شوي بتعرف نحن عم نمرق بمصاعب كتيرة وهي مرقت بمصاعب أكبر للحقيقة. صحيح نحن اللي عشناه ومنعرفه، بس نحن أهلنا كمان عايشوا بمصاعب ومرقوا بحروب، مش بس حرب واحدة، هي عايشت الحرب الأولى والتانية والحرب اللي كلنا عايشينها اليوم من 78-75 لليوم على اختلاف أنواعها، إن كان اقتصادياً أو قتال أو أي شيء. يعني يعني هي ما بتقبل ترضخ، يعني بمعنى ما بترضخ للصعوبات. شو بتقلك؟ صحيح بتقلي الصبر وفي التأني، يعني الواحد مع طولة البال خطوة خطوة الواحد بيوصل. ما فينا نوصل لأعلى الدرج إذا ما طلعنا الدرج خطوة خطوة. هيدي الحكمة يلي يعني أنت كنت عم تسمعيها. نعم. منها الإرادة. أنا تعلمت من أمي الإرادة والقناعة والصبر. إرادة وقناعة وصبر، ومثل ما ذكرت لأساس الإيمان. لأنه لاحظت قبل ما نبلش تصوير ومن بعد ما بلشنا تصوير دائما هم الحالة الإيمانية عند صحيح. الناس صحيح. وبتعرفني أنا كاهن وبتقلي بعدك أبضاي، يمكن الكاهن أوعى يبطلوا يعيشوا إيمانهم وصلاتهم وخدمتهم. صحيح. يعني هذا هم. نعم، لا تركيزا أمين أو تأكيدا للي قالته، نحن ربينا ببيت مثل الكنيسة، يعني من أول ما خلقنا عودونا على الصلاة، أهلي بيروحوا على القداس يوميا ما بيقفوا ولا يوم، المساء العائلة بدها تكون مجموعة، تعلمنا كل زياحات القديس، يعني العذراء، مار يوسف، سانت تيريز، كل الزياحات تعلمناهم، ومين ما وصل عندنا بالسهرة مش مهم من بيوصل، كبير ولا صغير، مهم ولا مش مهم، بيشارك معنا بالصلاة. إذا مش حابب يشارك في ينطر لكننا خلصنا الصلاة. هذا البيت والجو اللي نحن ربينا فيه، وكلنا تقريباً وبحكي بلسان اخوتي كلهم مؤمنين وبربوا اولادهم، مربين اولادهم على نفس الطريق. وانا كمان انت بعرف انك انت بامريكا واليوم. نعم. انت بلبنان. نعم. زياره، يعني زياره، ويمكن خيي كمان فهمت انه هو صحيح واختي انطوانيت كمان بامريكا وجايين، فهي الاساس اكشلي. هي ام تانية، اذا بدكم تحكوا عن الامومه فيني احكي عنها كمان. ربنا يبارك كل حشا مثل حشا ست هيفا عطى حياة وأشخاص مثلكم. بالنهاية يعني حتى فينا شو نقول بالنهاية، بس نحكي عن الأمومة، يكون في قدامنا شخص مثل ماما هيفا، نعرف أنه الحياة أقوى. الكتاب المقدس بيحكي عنه الحياة أقوى من الموت، الحياة أقوى من كل التغيير يلي بصير أو كل التطور أو كل الانحراف يلي بصير. وفعلا في انحراف بالتاريخ، والأمومة اليوم صاروا بيتنكروا لها، والأبوة في تنكر لها، بس صوت الماما ووجه الماما وصورة الماما وتاريخها وعائلة الماما هي صوت صارخ أنه بدون الأمومة في موت، ما في حياة، في نهاية، في ذهاب إلى بدون العائلة. فينا نقول عائلة. بدون العائلة، لأنه الأمومة بده يكون في عائلة، في عائلة صحيح، في بي وفي أم، نحن في حكينا على العائلة لأنه شايفينها قدامنا. يس. لحتى يستمر الكون، يعني ما صحيح. رح يستمر بدون ما يكون في عائلة. هي العائلة أساسها الزواج من رجل وامرأة والثمار اللي هن الأولاد. صحيح. وبحب ركز على نقطة كتير مهمة، أهل اثنينهم، مش رح ركز بس على أمي مع أنه أمي الموجودة معنا، ما بدي شيء الحق بيك بالملكوت. بالملكوت مات على عمر 102 وشوي. مش من زمان. نعم. ولا من زمان، مش 10 سنين قديش له بيي توفى، بس بكل الأحوال بي كمان كان إنسان بيصلي مسبحته كل يوم ومؤمن وصادق وأمين للآخر وصبور. بي كان مريض كل يوم حياته، وهون لعب دور أمي، دخل على الخط، كانت عم تلعب دور المرأة والرجال، يعني بالباب بوجود الوالد مع هذا وكله، كانت أمي عم تلعب الدورين. بس بي ما قصر، بقدر ما بيقدر، هو اللي عمر البيت حجر حجر، مش بس بالبنين والبنات، كمان البيت الحجارة هو اللي عمره. شو حلو.
وعطول قدوتنا واللي بيركزوا عليه المسيح. نحن نمشي على خطى المسيح إيمانيا ونوصل لمطرح ما لازم نوصل. يعني يسوع هو الجامع، هو الجامع، رأس العائلة، والإنجيل يعني هو الكنيسة، والإنجيل هو الثقافة تبعنا. رائع رائع. يعني يا ريت في وقت نحكي أكثر، بس هاي الصورة إن كان الصورة الفوتوغرافية أو الفيديو أو اللي حكيناه هو أكثر من شهادة، هو تأكيد على اللي الله الآب دعي فيك الإنسان، أنمو واكسروا واملأوا الأرض. في ناس لبوا مثل ماما هيفا، الوالد شو اسمه الله يرحمه، أصطفين، أصطفين كمان لبوا وكانوا مشاركين له بالخلق، حبهم ما كانش عقيم. كم شخص أنتوا أولاد وأحفاد كلكم سوا؟ حوالي 100 يمكن، مع أولاد خيات. يعني أختي الكبيرة عمرها 86 سنة. أي هي أختك الكبيرة؟ تعالي إيدها. أختي حلا حضرتها. كل الحلا 86 سنة. 86. مش رح أخبر عن بدك أذكر كل واحد قد عمره. بس فيهم هن يحكوا. ممكن هن يحكوا ما فيش ميكرو. بدك أنت تحكي عنهم بسرعة هيك لأنه خلص الوقت. أختي أنطوانيت قد عمريك؟ أنا 75. نوال 70 سنة. اختي حلا 86 سنة. خيي سمعان 81. 64. وخيي لطوف 68. وانا 63. ما بيحبوا يذكروا اعمارهم هو لانه قدام ربنا الايام ما بيعودش الا قيمه. 67 سنه العمر كله لكم. وانا 63 قالت لي وقفي هون. اوكي العمر كله. بشكركم على استقبالكم. انا بدي اشكر الله على الماما هيفا يلي أكيد حضورها بيحط فيكم كل يوم حياة، وكل يوم بدافع لقدام، وكل يوم يعني بيعلى الصوت أنه الأمومة والأبوة هو أساس الكون، هو أساس الوجود. الرجل وامرأة خلقهما وقال أنموا واكسروا واملأوا الأرض. عم نقرأ كتاب مقدس، مش عم نقرأ، عم نشوفه، عم نشوف صحيح. كتاب مقدس بالصورة الحية. شكرا. ميرسي ماما هيفا. ميرسي. شكرا. خلينا اياكي والله يبارك فيكي وبكل هالعائله الحبيبه الكريمه. ما بعد عن الشغل، بعد منهم بالشغل، ربنا يبارك. يلا خلينا نقول باي باي انا وياكي. بنقول باي. بنتعرف عليهم هلا بعد شوي، بنتعرف عليهم. يلا الى اللقاء. باي باي.